ميرسي. لا كلنا بنعرف ميرسي وكلنا نقدر نرسم، لكن في حد بيبقى جواه حتى، يعني ممكن مش لازم الخطوط بتبقى جميلة، لكن جواه طاقة، جواه فكرة، جواه إحساس، أما بيخرج بيمس اللي قدامه. طيب دي حاجة جميلة، أنا بشكر حضرتك عليها. يعني إحنا النهاردة عاوزين نقول إنه كل طفل ومثالي كل إنسان، كل إنسان، كل إنسان من حقه إنه هو يغني، مش علشان يبقى مطرب. عبد الوهاب أو عبد الحليم، يغني دي متعة وطاقة بيطلع، يرسم طبعا، مش عشان يبقى محمود مختار ولا أي حد من الكبار، لا، إنه يجرب يكتشف إحساسه، يبدع، يكتشف إحساسه. أنا عايزة كل واحد فيكم يزرع في ابنه أو بنته إنه ممكن يكتب ويبقى فنان كبير، ويغني ويبقى مطرب كبير. أيوة. الحاجات دي حقيقية. وفي طفل ما بيمسكش الورقة والقلم ويشخبط ويشخبط صح ويرسم، هي الأطفال بتبتدي حياتها بس بالظبط. بس كمان أنا رعاية الموهبة، إنه البيت والمدرسة يدولهم الإحساس إن هم أحرار، بس ما يدولهمش الإحساس إنهم وصلوا وانه دي حاجة عظيمة اللي بيعملوها. لا لا طبعا، اي فنان كبير حتى الموسيقار الكبير ده بيبتدي لما بيجي قدامه شغل كأنه لسه بيبتدي يتعلم وبيبقى خايف. بس هو يقول لك احيانا الناس بتتبرع بالنفاق ويقول لك مثلا ايه، شخبطت ابن حضرتك الصغير في الكراسة تخطيط لمستقبل حياتنا، ان هو ده حاجة يعني. فلا، احنا كل موهبه نديها حقها ونرعاها ونطورها، ده اللي حضرتك عايزه تقوله. استاذ هاني، انا عايز اكمل موضوع الجمال. انا نفسي كل واحد يزرع في بلكونته ورد، ورد فيكس، زرع زرع، ويعلم ولاده انه يهتموا بالزرع، لان احنا لازم نهتم بالبيئه بتاعتنا. ولازم لما امشي اشوف البلكونات كلها ورد وزرع اخضر، وده بيدل على الاهتمام، لان الاهتمام بالجمال ده مش حاجه قليله، لان ده اللي يخلي باقي الناس، لان الجمال معني. أيوة. والقبح معني، انا بشوف قبح كتير، خلاص ماشي تعودت عليه، لا مش عايز اتعب. الجمال بيحل العيشه طبعا، بيخليك مقبل على الحياه ومبتدئ طبعا. وفي بقى حاجه مهمه جدا جدا، الغنى تحت الدش مهم جدا ولازم تمارسوه، لان هقول لحضراتكم حاجه مؤكده، اي واحد بيغني كتير لا يصيبه الصلب، لان الرئه بتتفتح، الرئه بتشتغل. فدايما صوته حلو ولا وحش، مش مهم صوته حلو ولا وحش، لا لا لا. هو في الحمام كل الناس صوتها حلو، معرفش انا عارف ليه، يعني كل حد يجرب يعني. لازم يغني. طيب الجيران يعني لو عمل ازعاج للجيران ما سمعتش، لو هو بيغني في الحمام والجيران عمل ازعاج للجيران يعني، لا يغني اوبرا مثلا، عمل مشكله. معنى احنا هنا ما بنغنيش اوبرا، احنا بنغني ايه؟ انا والعذاب وهواك. الله الله. لا انا ايه فايده الحكايه دي؟ الواحد يغني سواء بقى في الحمام ولا في البلكونه ولا يغني مع نفسه، ايه فايدتها؟ ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في اغاني الاطفال ينقصنا اغراض كتير، اغراض كتير. هشرح لك ايه الموضوع. في اغنيه لما الاطفال يمشوا تبقى عامله زي السنيك درام، غرر تضرب على خيالي. This old man he played one, he played knick-knack on my drum with the knick-knack. With the gabon, this old man can go on and home. تظبط المشي بتاعته. This old man he played two, he played knick-knack on my shoe with the knick-knack. With the gabon, this. الكلام ده ملوش معنى. With the knick-knack, paddy work, give the gabon, دي تت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 
العدد. أغاني الأطفال لازم إحنا
نعدد الأغراض بتاعتها. أغاني تعلم العدد، أغاني تعلم الألفابت، أغاني تتعلم الرياضة، المشية بالضبط. قوانين. أنا وشوقي حجاب الشاعر العظيم عملنا عباس ابن فلناس في القرن السابع هجري. كان عباس اتولد طفل صغير يجري على السطوح البلد. عباس بحث على الطير وقال اشمعنى الطير يعرف يطير وحياته لها معنى. وكبر عباس واكبر حكيم زيه ما فيش، وعمل باب لدرويش بجناح حرير حرير، وطلع عباس المهم. وعاملين جوتنبرج عشان تبقى عارف الطباعه ابتدت امتى ومدينه ايه. الثقافه نقدر نخليها تخش في المناهج الدراسيه. ايوه. انا عامل لعمرو دياب سهره اسمها الثانويه العامه، برضه شوقي حجاب، يا ثانويه عامه يا عم العامه اصم مالك كده مستقويه وكبسه على العين وعلى الروح والدم، عاملين فيها بوابه للاميبا. الاميبا عاملين يعني احنا نقدر نخلي المناهج متغنيه كلها على فكره. أيوة أيوة. ونبقى سعداء ونبقى ومحدش يتضايق. يعني التعليم ما يبقاش علقه يعني ولا شربه فروع يعني. أيوة. لا يبقى بهجه، يبقى فرحه. يعني انا بقى بتسال دلوقتي انا ما اعرفش يمكن ولادي اتولدوا كام ولا بتاع، بس عارف عباس ابن فلناس اتولد سنه كام في القرن السابع هجري. والله انا عباس اتولد. افكار جميله جدا. بنحيي حضرتك أستاذة شهيرة. إيه اللي يحبب الأطفال في القراية؟